السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الخبر اللي معانا يخص الفنان سمير غانم، وفي أخبار كتيرة بتقول إن هو دخل في غيبوبة وتوقف أجهزة الجسم بالكامل، لكن الحقيقة إن في مصدر من داخل المستشفى اللي بتعالج فيها الفنان سمير غانم صرح وقال إن الفنان حالته مستقرة ولم تشهد أي تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، وإن الفنان سمير غانم لسه في العناية المركزة وموضوع على جهاز التنفس الصناعي ولسه بيعاني من مشاكل في الكلى. وطبعا كلنا ياريت ندعي له بالشفاء العاجل لهو والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، لانها لسه كمان في المستشفى وحالتها مستقرة بس مفيش اي تحسن ايجابي لحد دلوقتي بسبب اصابتها بفيروس كورونا في الفترة اللي فاتت. وكتبت الفنانة ايمي سمير غانم على حسابها على الانستجرام وقالت ياريت ما نكتبش اي شائعات او اي كلام مش صح عن حالة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وطلبت من الجمهور الدعاء لهم بالشفاء العاجل. الفيديو اللي معانا، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.